عشاق تربية النحل ومحبي العسل، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ندخل في الموضوع. يعني كثير من الأسئلة هذه الأيام من المتابعين، هناك من يروي بأنه يجب قبل تربية ملكات جيدة وممتازة، يجب أولا أن نربي ذكور جيدة وممتازة. ما هذا؟ نحن في الربيع، نحن في فصل الربيع، في وقت تكثر الذكور. هذا المفهوم خاطئ ولا أساس له من الصحة، ونعتبره هذيان وكلام فارغ. أنت أخي النحال، ربي ملكات جيدة وممتازة ولا دخل لك في تربية الذكور في الربيع، خاصة يعني بالذات نحن في فصل الربيع وهو وقت تكاثر الذكور، تكاثر ذكور النحل. فذكور النحل تأتي للتزاوج من ملكة النحل من على بعد 20 كيلومتر تقريبا فأكثر. سبحان الله العظيم. وملكة النحل في رحلة التزاوج الطبيعي تعلو عاليا في السماء بارتفاع طائرة صفر، ويكون طيرانها سريع جدا، رمشة العينة كما يقول صح التعبير. فتلتحق بها مجموعة كبيرة من الذكور وهي تتساقط على الأرض الواحد تلو الآخر، لأنها ضعيفة ولا تستطيع مجاراة طيران ملكة النحل. فالذكور القوية والفحول الجيدة هي التي تستطيع اللحاق بالملكة والتزاوج منها. ولذلك فملكة النحل ستتزاوج من أقوى الفحول وأجود الذكور وأفضل يعني ذكور موجودة في الطبيعة. حكاية تربية الذكور الجيدة للتزاوج مع الملكة وبالذات في الربيع كلام فارغ، لأنه ممكن أن تكون ذكور مجاورة أقوى من تلك الذكور. يعني ملكة النحل ستتزاوج من أفضل وأقوى الذكور في تلك المنطقة، وليس حكرا على ذكور المنحل في فصل الربيع. قد نربي الذكور في فصل آخر، يعني غير فصل الربيع، لأنها وقتها مفقودة وغير موجودة. يعني خلاصة الكلام، أنت أخي النحال تربي ملكة جيدة وممتازة، أما تزوجها لا دخل لك فيه، فالملكة ستختار وحدها أقوى يعني وأجود الفحول في المنطقة ككل. قلنا لكم بأن ذكور النحل تأتيها من على بعد 20 كيلومتر، وتلك هي الحكمة الإلهية في تزاوج ملكة النحل طبيعيا وخارج الخلية. سبحان الله ولا قوة إلا بالله. أما الحكاية الأخرى لتزاوج ملكة النحل بالأقفاص وبداخل الخلية، هي تجارب فاشلة وتفسد نظام الطبيعة وتفسد سلالات النحل. قد تتزاوج ملكة النحل في القفص، ولكن تزاوجها قد يكون من أضعف ذكور النحل، وبذلك الجيل القادم من النحل ستفسد سلالته. فالملك هنا لم تختار الذكر للتزاوج منه، وهذا نسميه إرغام. في الحقيقة إرغام الملك للتزاوج من أضعف الفحول. هو في التلقيح الصناعي وعبر خبراء وعلماء وآلات وعلم لم يصل إلى درجة التلقيح الطبيعي، فما بالك بإرغام الملكة للتزاوج داخل القفص. ملكة النحل عند تزوجها طبيعيا تلتحق بها مئات وآلاف الذكور من المنحل ومن المناحل المجاورة والمناحل البعيدة ومن الغابات والحقول، وهي تختار أفضلهم، وأنت تضع معها 3 أو 4 ذكور في القفص، يعني تخالف الأمر أو تربي ذكور في المنحل وتجزم بأن ملكة النحل ستتزوج من تلك الذكور. فمن قال لك أن تلك الذكور التي عندك في المنحل هي أقوى الذكور في تلك المنطقة؟ المهم نحن اختصرنا ولا نريد الإطالة في هذا الموضوع، نعتبره خرافات الحقيقة. كان الله معكم وإلى اللقاء.